بشار الأسد مزعوج من السوريين اللي بأمريكا لدرجة إنه خصص لهم جزء من خطابه الأخير. لم نرى الخونة يذهبون كالقطعان إلى الكونغرس. شتمهم واتهمهم بإنه عم يشتغلوا على قانون لمحاسبة سوريا. كمتابع للأحداث بعمري ما سمعت به قانون صدر بعد الثورة. يبدو المجرم بشار الأسد اختلط عليه الأمر وما عاد عارف الفرق بين القوانين اللي عم تصير حول سوريا. السوريين اللي بأمريكا بالفعل اشتغلوا على عدة قوانين، لكن ولا واحد منا اسمه قانون محاسبة سوريا. قانون محاسبة سوريا هو قانون تم إصداره وتمريره في الكونغرس الأمريكي بال 2003، بنص على سحب القوات السورية من لبنان ووقف دعم الإرهاب من قبل نظام بشار الأسد. إذن قانون محاسبة سوريا يلي عم يحكي عليه بشار الأسد صار من 21 سنة، من عام 2003، وانتهى بانسحاب الجيش السوري من لبنان. أما القوانين اللي اشتغل عليها السوريين بأمريكا فجميعها بتخص بشار الأسد بشخصه وأركان حكمه، وأبداً ما لها علاقة بسوريا كدولة. ما بيصادف فيه أو بتأثر فيه الشعب السوري وسوريا كبلد، هو خاص بمحاسبة بشار الأسد بشكل شخصي وأعمدة حكمه. وهي القوانين هي قانون عقوبات قيصر اللي تم اقراره بعد ما سرب ضابط منشق 55 الف صوره لالاف المعتقلين المدنيين اللي تم قتلهم تحت التعذيب. اي شخص او جهه او مؤسسه تتعامل مع هذا الشخص المعاقب او جهه معاقبه هي ايضا سوف تكون تحت طائله العقوبات الامريكيه. والقانون الثاني هو قانون الكبتاغون اللي بيحاسب جميع الاشخاص المتورطين بتهريب وتصدير الكبتاغون الى مختلف دول العالم. والقانون الثالث يلي لهلا ما تم اقراره هو قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد. أحد أسباب حربهم لقانون محاربة التطبيع مع نظام بشار الأسد هو كونه يستهدف النظام بشكل أكبر وأيضا يمدد لقانون قيصر لحد 2032.